سلام. اليوم رح نعمل مع بعضنا مرق السمك، نشوفوا مع بعضنا طريقة تعداد الوصفة ومكونات اللي نحتاجوها الوصفة تاعنا خطوة بخطوة، ونبدأ بسم الله. هنا كمرحلة أولى هنايا عندي هنايا الروس تاع الحوت تاع مارلان وفوق مارلان، لم بالعقل ونحطهم في المجمد. المهم هنا عندكم أي نوعية تاع كركاس تاع حوت، كيما نقولوا حنايا الروس كيما قاعدين نشوفوا، مهم يكون سمك ابيض نوعيه تاعو بواسون بلا، انه راح يمد طعم مليح. انا كيما شفتوا لميتهم باه عملت بيهم مرق. هنايا حطيت مغرف ملح، ملح هنا على الكميه حسب نوعيه تاع الملح والذوق تاعكم الشخصي. هنايا زدت فلفل كحل كعب، تقدروا تعوضوه بفلفل كحل مرحي ولا فلفل اسود مرحي، وحطيت زوز سنينات ثوم، وعندي بصله متوسطه نقطعها بالطريقه هذه وبالحجم هذا. هنا الماء عندي تقريبا لتر ونص. نزيد هنايا كرافس ورقه رند، وهنايا عندي الورق تاع البسباس. هنا اذا مش متوفره عندكم تقدروا تعوضوها بالبسباس، يعني كميه قليله تاع بسباس ولا بزراعه البسباس. عندي هنايا كميه قليله تاع معدنوس نزيدها، ونزيد هنايا زعيطره. هذه هي يعني وش لازم في الوصفه تاعنا بالطريقه هذه، ونخلي المرق تاعنا يطيب على اقل درجه كيما قاعدين تشوفوا، ونزيد هنايا زراعه البسباس. هنا في حاله انه مش متوفره عندكم تاني يعني مش لازم تحطوها، بصح من الاحسن راح تمد طعم مليح، وزراعه البسباس والبسباس يتوالم مع الاسماك يعني حيمد طعم مليح. هنا ساعه ساعه نحركها، وكي نحركها كلي نكسر الحوت هنايا اللي عندي كلي نمعسو كما قاعدين تشوفوا، ونخليه على اقل درجه يطيب بعقله. عقد ما يطيب تقريبا هنايا خليته يطيب ساعه ونص على نار ناقصه حتى نوصل للمرحله هذه، والماء نشف تقريبا ولا للنص كيما قاعدين تشوفوا. ندقدقوا كل مره، كل ما نحب نحرك بالطريقه هذه نمعس الحوت تاعي في المرق، ونخليه كيما قلت لكم لاقل درجه. هنا الفكره واضحه، المرق السمك يدخل في عده وصفات، منها كسكسي بالحوت، منها الارز، منها كنطيبوا الروز، منها تاني المقارونه بانواعها، يدخل في عده وصفات. ان شاء الله نشوفوه مع بعضنا في وصفات جايه. نبدا هنايا نخليه يبرد ونصفيه نوعا ما يركح في كلش مع بعضه، ونصفيه صفايه رقيقه. هنايا عندي هنايا بعد ما صفيته علب، انتوما والكميه اللي حابين تقسموها، يعني حابين تقسموا في علب كبيره تقدروا تقسموا، حابين في علب اصغر وش تحتاجوا انتوما. هنايا باه نخبيوه في المجمد لازم على الاقل يكون بارد تماما، ومن بعد نحطه في التلاجة يبرد، ومن بعد نطلعه للمجمد، وكل ما نحتاج اني نستعمله راح نستعمله. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون فاتتكم، ولا تدبيرة تاع اليوم تكون فاتتكم. نقول لكم سلام الى وصفات اخرى ان شاء الله، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة. نقول لكم سلام.